هلا والله، اليوم حعلمكم طريقتي في رسم حواجبي وترتيبها، وأكرر طريقتي وكل واحدة عندها طريقتها، ويلا نبدأ. أوكي، المرة دي حرسمها بجل، طبعاً اللي حواجبها خفيفة حينفع لها، واللي حواجبها كثيفة استخدم شوية بس، والجل من أنستازيا في اللون شوكولاتة. وزمان كنت أرسم دي الفرشة من كوستال سينس، نحيفة وصغيرة وتأدي الغرض، بس صرت أستخدم هذه الفرشة من سيجما اللي بطرفين، طرف فرشة تمشيط سبولي يعني، وطرف فرشة مشطوفة. المهم حنبدأ ونمشط الحاجب أو شيبس. ايوه طحت وانا صغيرة، فمكان الندبة ما ينبت الا شعر صغير، فبليز لا حد يتفلسف. وبس الحركة في الجل انه كل ما تاخدي منتج اقل يكون احسن، واذا كترتوه حطوا الباقي على يدكم او على منديل. بعدين حنبدأ نرسم ديل الحاجب من تحت بضربات خفيفة وناعمة، ونحدد قديش نبغى طول الحاجب. بعدين برضو نرسم من ديل الحاجب بس من فوق، وهنا نقدر نلعب في عرض الحاجب. طبعا اهم شيء الكسرة، انا كسرتي هنا مسويتها ناعمة عشان تتناسق مع ملامح وجهي. طيب بعدين نرسم الحاجب من تحت ونحدده. بعدين حنحدد نفس الشيء من فوق ونمشط. بعدين كيف نرسم الحاجب من قدام؟ ضربات خفيفة مرة بالفرشة عشان ما نبغى يكون شكل وجهنا حاد، ولو كترنا عادي نقدر نمشطه ويخف المنتج. بعدين آخر خطوة نرفع راسنا شوية فوق ونشوف الفراغات اللي ما تعبت نعبيها. هي طريقة غريبة بس مجدية نوعا ما. بعدين عشان ننظف الحاجب استخدم ده الكونسيلر اللي على شكل قلم، هو طرفين بني وبيج، فأنا استخدمت البيج، والماركة أعتقد اسمها مكياج، تقريبا تقدروا تلاقوها في أي مكان. ونرسم بشكل عشوائي على عظمة الحاجب، وبفرشة زي كده من أربن ديكاي دمجت كل شيء، وطبعا لازم يخش الإصبع للتأكد. وبس والله إن شاء الله استفدتوا، اكتبوا لي تحت منتجكم المفضل في رسم الحواجب، ويلا سيو. هلا والله بيكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم حبدأ السلسلة حقتي على قناتي دراما بيوتي اللي حسميها تجارب هنا. متحمسة للسلسلة هذه، لأنه السلسلة هذه حتكون زي يا منتجات تجربها على وجهي، يا صيحات إنه أسويها، وزي كده زي صيحة الستروبينج وصيحة